بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المشاهدون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لقاء جديد وأمسية جديدة من مزاج سوداني. حقيقة الليلة أنا صوتي شوية متغير، يبدو أنه يعني رمضان خش العظم زي ما يقولوا. على أي حال، نحن سعداء جدا نلتقي بكم في كل زمان وفي كل مكان. أرحب دائما بضيوفي الأعزاء، أستاذي الدكتور أنس العاقب، مرحبا بك، والأستاذ الجميل جدا أستاذ زبير سعيد، مرحبا بك يا أستاذ. ونواصل كلامنا عن الأغنيات. ممكن حقيقة يعني الإنتاج الغزير والمتنوع للأغنية السودانية خلى فيه يعني أذواق متعددة وكثيرة جدا جدا، لكن خلينا نأسس لهذه الحلقة بمفهوم معين. نتكلم بأنه الأغنية الكبيرة فتحت خيال المؤلفين، وحتى خلت الآلات الموسيقية تظهر إمكانياتها ومقدراتها، وخلت الناس يتعرفوا على طبيعة الآلات الموسيقية وكده، يعني فيما يتعلق بالتأليف الموسيقي وعلم الآلات. تفضل يا دكتور. طبعا، لأنه التجربة لما تنجح آفاقها بتتمدد، والأفكار بتتلاحق مع بعض يعني. وأنا لاحظت يعني من خلال ما استمعنا وما عرفنا إنه الكثير من الغناء السوداني كانت عمل له ورش في البداية، يعني ستينات كان ناس بيعملوا بروفات مكثفة يعني في البيوت، يقعدوا كده نهارية كاملة، نهارتين موسية كده، لغاية ما يجودوا الشغل. في أثناء التجويد ده بتطر أفكار، نعم، وتطرا اساليب، وتطرا اشكال جديده للالات الموسيقيه. نعم. بدل ما تكون كل الاوركسترا كلها بتعزف توتي زي جماعي، يقوم فلان يادي كده وفلان يادي كده، ده بيزيد تمدد المعنى والعمق والجمال. نعم. بتاع الـ بتاع الـ بتاع الاغنيه. نعم. وده بدي فسحه للمغني بأنه هو ذاته يفكر في أنه يبدع. صحيح. يبدع لأنه يرتفع لمستوى الأداء الأوركسترالي. زمان كانت البطولة كانت هي للمغني. نعم. والكمانات دي يعني الأوركسترا كانت تسكت، بس تدي اللزمات بس وبعدين يسكتوا، هو البطل. دلوقتي البطولة بقى بمشاركة. صحيح. وفي المشاركة ظهرت بطولة السولو. نعم. يعني من اشهر الصولات هي الصوله بتاعت الاستاذ عبد الله العربي واستاذ الخواط والسنجك، اللي هو اول زول دخل الساكسفون. نعم. وادى لون جديد نحييه ونحن من هنا والله يعني. أيوة. استاذنا السنجك، ونقول له كل سنه وانت طيب. ظهرت الالات النفخه النحاسيه والخشبيه بشكل يعني. فالاغنيه انا اتطورت يعني، اتطورت افقيا. نعم. يعني لسه ما دخل الشغل الثاني ناس سعد، يعني الهارموني والكاونتر بوينت بدأت تظهر ملامح. نعم. لأنه الهارموني ده فهمه صعب، لكن الكاونتر بوينت سهل لأنه موجود في الغنى بتاعنا، موجود يعني. صحيح. موجود بشكل أو بآخر. صحيح. فأنا أفتكر الأغنية يعني وصلت مراحل كويسة جدا جدا في مستواه هذا، وقدمت. نعم. نماذج ممتازة جدا حتى في شكل القالب ذاته، يعني اخذت جوانب كثيره دخلت على الاغنيه. انت بتقول الكبيره، ونحن كنا زمان نقول الطويله. نعم. طيب، نحن اول حاجه بنترحم على روح الفنان الكبير استاذ حمد الريح، ونترحم على روح الموسيقار استاذ ناجي القدسي. ودي تجربه برضه، تجربه تستحق يعني تسليط الضوء عليها، لانه تجربه عظيمه. نعم. فكده ناخذ نموذج حمام الوادي يا راحل. نعم. ونرجع نستكمل حديث. خلينا بعدين نتحدث عن ناجي القدسي شوية. جدا. نعم. جدا. Thank you.
طيب ده 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 نموذج نموذج جميل جدا جدا. خلينا نمشي ليه يا استاذ زبير. يا استاذ زبير، التفاف الجمهور السوداني حول الاغنيات الكبيره والتجارب الكبيره، ده فيه ملمح عظيم جدا جدا، فيه احتفاء يعني كامل بتجارب عظيمه جدا. وانا افتكر انه الالتفاف ده هو مهد الطريق لهذه التجارب ان تنطلق وتنطلق وتمشي لقدام يعني. صحيح. فاكيد يعني هم كانوا قاعده مهمه جدا دعمت هذه التجارب الكبيره وساعدت على الاستمرار. بالتاكيد الجمهور معه بيلعب عنصر، بيلعب دور كبير جدا يعني في فتره حقيقة معينه. كل الفنانين اصلا هم كبار في فهمهم ورؤيته لتجربته، كانوا حريصين جدا انه يقدموا غنى كبير. نعم. في 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 معناه. طبعا استاذنا بيقول غنى طويل لانه الناس ربطوا الزمن بتاع الغنية بمقدماتها بتفاصيلها بكلامه نفسه، قصائد ذاتها كانت طويله في فتره من الفترات. لكن لما نقول غنى كبير معناها غنى ممكن يكون نصا ما طويل، مزيكته ما كثيره لكن المضمون بتاعه عميق والمدلول بتاعه جيد، والرؤيه الرؤيه في النص الشعري نفسه بتكون رؤيه متجاوزه، لانه ما الوصف التقليدي بتاع الديسكريبشن العادي ده، هو وصف فيه تجرد وفيه خيال وفيه رؤيه متجاوزه للوصف التقليدي القصصي المعروف في شكل الغنى الشعبي. لكن اذا قلنا حمد الريح مثلا، انا بتخيل انه الزول المولود في توتي البيئه، يا جماعه ابن خلدون بيقول الانسان ابن بيئته، يعني الزول المولود في توتي. الناس هسه لما يجي الفيضان الناس بيشفقوا على توتي، لكن توتي دي بتنظر للنيل بالمناسبه كسياج جمالي، نحن بنعاين له كمهدد، لكن هم من جوا بينظروا له كسياج مجمل لمدينته. نعم. فما بكونوا قلقين. فانت ممكن تتخيل انه اخضرار محاط باسوره من الـ من الـ من المياه، نيل ازرق ونيل ابيض. انا افتكر انه حمد الريح بارثه وموروثه وتاريخه اللي بيرجع لارباب العقائد، البعد الصوفي والبعد الديني العميق جدا، التجربه بتاع جامعه الخرطوم، مجموعه بتاع الثقافات تجسدت حمد الريح. اذا قلنا حمام الوادي يا راحل اللحن ده، انا ما متخصص لكن بتخيل حركه اجنحه الحمامه تا تا تا، حتى لما تجي تهبط اللحن بيهبط بنفس حركه الحمامه، هي تهبط بتدرج ماشي منخفض. يتأملوا المسألة دي واستصحبوها معاكم. نعم. فأنا أفتكر إنه هنا في خيال، في خيال موسيقي متجدد جدا. جدا. نعم. وفي في رؤية وفي أداء، يعني حمد الريح أحد من الناس اللي بيأدي بانضباط عالي. نعم. وبيأدي بذات المستوى اللي بيأدي فيه في المسرح، بيأدي في الحفلات الجماهيرية اللي هي حفلات المناسبات. صحيح. أفتكر إنه حمد فنان كبير وعنده رؤية وعنده سلام. مشروع غنائي محترم يعني. وبعدين يعني فعلا التجربة ذات اللي قالها دكتور أنس. نعم. مع أستاذ نجيب القدسي. أنا حقيقة قريت كتاب اسمه أورفيوس المنسي، كان كاتبه يعني الصديق والكاتب اليمني الكبير أستاذ علوان الجيلاني، بيتكلم عن تجربة ناجي القدسي مع حمد الريح، واستعرض فيها كل الحاجات يعني الأعمال اللي تم استخدامه وكذا. فأنت عندك ميول لأنك تتحدث عن ناجي القدسي، أنت عندك محبة خاصة لناجي القدسي يا دكتور أنس، فقول قول قول كلامك. والله أنا سعيد يعني بأنه زاملت وزامنت ناجي القدسي وكنا اصدقاء رحمه الله. يعني كثيرا ما كان ياخذ لي يومين ثلاثه معي في البيت، يعني نتناقش في اشياء ما قاعد يناقشوها الناس، يعني في حركه الغناء، يعني اللي بيعجبنا واللي ما بيعجبنا والحركات كلها بين الاخلاء، يعني بنتكلم بصراحه يعني. نعم. وافكاره ذاته وافكاري انا يعني. لدرجة انه مرات يعني اندمجنا، يعني هو لما جاي يلحن اغنية النظارة وانا كان عندي غلبنا الهوى، اغنية غلبنا الهوى كلماتي انا، فقال لي شوف يا نزل عاجب وديش عينك في النظارة، هي ما اخذتها انا من غلبنا الهوى غلبنا، شوف لك لحن تاني يا سلام. كيف؟ كده يعني عجبني يا اخي. وبعدين انا كان غلبنا الهوى غلبنا، وطبعا دس عينيه في النظاره، ده وريك مدى ما العلاقه بيننا كانت حميمه جدا يعني. يا سلام. كيف؟ فانا قمت لطشت البتاع دي من البي جيز، يعني دي حاجه ثانيه يعني، فمشت المساله. لكن ناجي القدسي بالتحديد كان هو طيف كده
جر مرة في السودان يعني حرك الحركة الفنية كده بشكل يعني رهيب. أول شيء كان هو ما بيخاف بيقول رأيه عديل كده. اثنين أفكاره كانت واضحة. شوف شوف المقدمة شو نص التون ده نص التون تارارا لا 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 ده نص تون نص تون صحيح. واضح انه نص تون يعني صح ولا ما صح؟ نص تون. فدي دهشة. هو استطاع انه يعرف مدى صوت محمد الرياح. انا اتمنى يوم من الايام ناخذ لنا حلقه حلقتين عن الملحنين واساليبهم في التلحين اللي هي في النهايه وصلت بلغه. فهو عرف طبقه صوت محمد الرياح. محمد الرياح صوته فلات واضح كده يعني يتميز بانه صوته بسيط ومساحته محدوده، لكن قدر يوظف هذا بانه يؤدي في باداء ممتاز جدا جدا. لما جاء يديه الساقيه كلنا اعترضنا. كان عندنا مجال مجلس يومي في بيت هاشم صديق رب يديه صحه والعافيه نناقش اشياء كثيره جدا. فقال حدي احمد الرياح، كنا ما يعني ادي شخص ثاني يعني، لكن في النهايه احمد الرياح سمع بالكلام اصر انه يشيله ويغنيها وغناها، وفعلا تاني ما بيقدر يقدر يغنيها اكثر احسن من فعلا قدمها بشكل رهيب. فده دي ميزه. وبعدين طبعا ناجي القدس لحن لتاج مكي كثير كمان. يا سلام. نعم. طيب نحن نسمع برضو عيشة الشجر. استاذنا حمد الرياح، فيعني كانت تجارب مهمه جدا في المزايا السوداني. طيب عايز ارجع لك يا دكتور انس، الاغنيات الكبيره واحده من حاجاتها برضو المهمه ان اثرت الامكانيات الصوتيه للمغنيين وخلت ادتهم امكانيه التلون في الاداء الصوتي وفي يعني اظهار
تفاصيل العمل، الشيء بتاع العمل وال... نعم. في الرعاشات والتغمص الحالات بتاع، فرايك شو انت في الكلام ده؟ اصلا نحن السودانيين بيحب الطرب. نعم. والإذاعة لما خرجتنا من طرب المديح وطرب الحقيبة إلى طرب جديد بالموسيقى وبشعر جديد وبأداء جديد، ولذلك انعكست هذه المسألة على أصوات المطربين. في مطربين طبعا ممتازين جدا، الصوت بتاعه فيه كاريزما، يعني صوت واضح لكن ما فيه تطريب ومقنع ومبهر ومطرب، لكن هو ما بيقدر يعمل الرعشات السريعة دي اللي بتعمل عفويا كده أثناء الأداء، ما عنده، ما في داعي نظر. لكن في ناس عنده في الساعة، يعني مساحة صوته واسعة جدا جدا. يعني أنا بفتكر إنه أكثر فنان عنده غليظ وحاد اللي هي ديوانين يعني أكتاف ممكن أغني فيهم، هو أحمد الجابري، ده ملك في الحكاية دي يعني. نعم. صحيح أبو داود ملك في التطريب، لكن صوته في الغليظ ممتاز، في الحاد ما بيقدر خالص يعني. لكن يعني الجابري ممكن يغني لك هدي يجعر بسادة ويمشي يختار الأبوال بالراحة. نعم. هدي يجعر بسادة، يعني عنده القدرة بتاعت أنه ينتقل بصوته. صحيح. انتقالات ما بيقدر. ابن البعدي أيضا عنده نفس المسألة في الحاد جدا، في الحاد جدا. أستاذنا محمد وردي عنده في الحاد غليظ ما خالص كده، بيجيبه مرة كده. صحيح. عشان كده الحديقه ذاتها تلونت بالوان عديده جدا، وظهرت الامكانيات دي بالذات في الاغنيات اللي فيها مد صوتي وفيها امكانيات طويله. نعم. وبعدين يتباروا يعني في يعني عثمان الشفيع يعني يتباروا في تمديد الصوت، يعني في في في, في النوتات الحاده، وابراهيم عوض في النوتات الحاده، والجابري وابن البادي في النوتات الحاده، في ناس في الغليظ ممتازين جدا جدا. صحيح. ايوه، احمد المصطفى وحسن عطيه وعثمان حسين والى حد ما برضه محمد الامين. احمد الامين صوته وسيط تينور كده، يعني ما بيصيح محمد الامين اصلا، انت طبقه كده بغني فيها مقنعه وممتازه جدا جدا في المال. فعشان كده الاغنيه الطويله ادتنا براح وادتنا اصوات مختلفه. صحيح. وده السبب اللي خلى الغنى السوداني مرات متميز اكيد. وده برضه يا استاذ زبير، يعني كانت الاغنيه الكبيره فرصه للموسيقي. صحيح. الموسيقي ان يتميز، ادته ظهور يعني. خلينا نكلمنا عن رايك في الحته دي شويه. والله هي يعني ساهمت مساهمة كبيرة جدا في انه العازفين يظهروا قدراتهم ومهاراتهم بالذات في الصولات يعني. نعم. فكر انه هي دي ذاتها كانت يعني محاولات ذكية جدا لتقصير زمن الأغنية. نعم. لكن انا قاعد اقيس رد الفعل، يعني هي الصولات دي ايا كانت الآلة اللي بتعملها، من الواضح انه الجمهور قاعد يحتفي في لحظة تفاعله معها بالفنان وبالعازف، فهون الشيء المألوف انه الجمهور ده بيحتفي بالمطرب. المطرب هو النجم كده يعني، الباقيين ديل يعني زي مكملين. لكن في الصولات قاعد تظهر نجومية عازفين يعني من زمان، من ناس وحيد جحفر، فضل المولى، وانت ماشي يعني. انا افتكرون ديل الناس يعني، وحيد ده كان بينافس وردي نجومية في المسرح يعني، من بتيزا يعمل حاجات وردي كان بيحتفي بها يعني هو على المسرح. انا افتكر انه يعني ده بديك شنو؟ ده بديك انه الاحساس بتاع انه الاغنيه، الناس في مسرح الاغنيه، في مسرح اداء الاغنيه، هم مجموعه مكمله لبعض. كل ما ارتفعت قدرات العازف كل ما كان تاثيره في تنفيذ العمل، لانه اللحن مهما كان جيد والكلمات مهما كانت فيها براعه، انا افتكر انه لو ما صاحب تنفيذ موسيقي عالي، والتنفيذ الموسيقي ما رفيع في 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 حرفيته وفي علميته وفي معرفته ابدا. في مساله بتاعت احساس يعني، الاله دي اله بتختلف من زول لزول. صحيح. يعني في زول ممكن يكون عامل دكتوراه في اله لكن ما يستنطقها زي ما يستنطقها زول بيحبها وعنده احساس عالي بها وعنده قدرات استيعابيه،
ويستوعب اللحن. بعدين عازف السوداني عنده حاجه غريبه انا ما شفتها على مستوى الاوركسترات في العالم كله، مساله التنفيذ من راسه يعني. يعني الموسيقيين احرف دي الواحد مع النوته بتلقى مكبس كده في النوته، لكن العازف السوداني تلقى حافظ له 7-8 الحان بيطلع على المسرح بيشتغلهم بدون نوته موسيقيه قدامه. صحيح. انا افتكر انه دي عبقريه بتاعت احساس ما موجوده الا عند العازف السوداني. اكيد اكيد صحيح. ودي بتحتاج لدراسه، انا بفتكر تحدي دراسه، القدره على الحفظ والقدره على انه انتاج هذا اللحن بقدرات واستنطاق عالي جدا للاله اللي هو بيعزف عليها. يا سلام. ونحن طبعا معانا برضه واحد من الموسيقيين الكبار استاذ سعد الدين الطيب، واحد من الناس اللي عاصروا الكلام اللي انت بتقول فيه ده. نعم. تحول يعني نجوميه الموسيقي. صعب. والفرص وكده. احنا حنرجع لك يا استاذ سعد بعد ما ناخذ نموذج للاستاذ مصطفى سيد احمد كواحد من المجددين برضه في الساحات الفنيه. نعمل والله احنا مع الطيور ونموذج ونرجع لك. نعم. جواز سفر. طيب استاذ سعد الدين الطيب، مرحبا بك. وانت واحد من الناس اللي اسسوا يعني فرقه موسيقيه مع استاذ مصطفى سيد احمد، من بداياتك كانت معاه وتفاصيل كثيره جدا جدا، كلمنا عن الجانب ده. الله يبارك فيك. رحم الله الاخ الصديق مصطفى سيد احمد. والحقيقه نحن ما انا ما اسست الفرقه الموسيقيه، لانه بس هي كانت موجوده هكذا يعني. هي هو استاذ مصطفى، نحن بنقول له استاذ مصطفى لانه جاء استاذ الثانوي، وفتره بتاعت شهرين نحن ما كنا عارفين انه هذا الرجل بيغني، ولكن ذاك وقتها انا كنت في الثانويه، هو كان جاء استاذ في مدرسه ثانيه. لما كلمني واحد من اخواني الفنانين في العصعيده قال لي يا اخي انا سمعت زول بيغني جار انا بغني بصوره جميله جدا، حتى هو كان بيغني على استحياء يعني. يعني مصطفى طبيعته كده يعني، كان بيتردد في انه يسمع صوته للاخرين. المهم نحن عدينا فتره جميله جدا في الحصحيصه. كان معنا الحقيقه عباغره في البيت الساكن فيه مصطفى يعني، اسهري محمد علي كان لوك الداك يا دوب، هو جاء موظف كان في مصنع النسيج، وكان في الشعراء وحتى يعني ناس علماء رحمهم الله، منهم الامين محمد زين واحمد محمد زين، حتى كانوا يسمون البيت بيت العنكبوت، لا ادري لماذا هذه التسميه، لكن ربما عندها دلالات اخرى. المهم انا افتكر انه مصطفى في بداياته كان بيأشر لما سيحدث مستقبلا بوضوح يعني المثله كانت بجلاء واضحه جدا. حتى كانت المثله في بشريات الاغاني الاولى لكلمات الاولى لاسهري محمد علي، ونحن كنا بنكون قاعدين مع بعض عارفين الجو العام كام كيف ماشي، عارفين كام عارفين مصطفى بيحس بشنو يعني كان مجتهد جدا في انه يكون عنده فرقه موسيقيه ممتازه، يقدم نفسه بصوره ممتازه. حتى كنا بنسافر مرات بنجيب سامر ابو بكر والفاتح حسين من مدني عشان الفرقه تبقى كبيره، عشان هو يؤدي الاداء المفروض يؤديه. كان بيطمح دائما في انه يتطور، وكان بيفكر في كليه الموسيقى ويفكر في انه نحن نجي هنا. وحتى حتى لما جه هنا والتقى بمحمد سراج الدين رحمه الله ومحمد مرغني ويتلاقوا في كلية المعلمات، أنتجوا كمية مهولة جدا، وبدأت تظهر الملامح الحقيقية للشكل الموسيقي لمصطفى سيد أحمد، اللي هي نفس الملامح القديمة ونفس القوالب القديمة، بس تطورت
بتقدم الفكرة وتقدم النص الشعري. نعم. وهكذا بدأ مصطفى سيد أحمد اختط لنفسه طريقا واضحا مميزا يختلف عن الآخرين. يعني سلام. أنا أفتكر السلام عليك يا أستاذ سعد، حقيقة ما قصرت في سيرتك عن مصطفى سيد أحمد. وخليني يعني أقول لك يا أستاذ زبير أنه أحيانا في فنانين تجربته الإنسانية بتكون ماشية مع التجربة الفنية بتاعتهم. صحيح. واحد من النماذج دي مصطفى سيد أحمد، تجربة إنسانية فيها نبل وفيها جمال وفيها يعني تخيل ليه لا تنفصل عن تجربته الفنيه. فماذا تقول؟ الله يخلي الرحمه يا مصطفى سيد احمد، والتحيه لعالم عباس شاعر الجميل عالم عباس، شاعر الطيور حافظ عباس شقيق عالم عباس. افتكر انه واحده من الاشياء اللي ميزت مصطفى سيد احمد هو العمق الانساني لتجربته. انا مصطفى ده ما انا افتكر انه ما احترف الغناء لا من اجل المال ولا من اجل الشهره. يعني مصطفى كان مهموم بمشروع انساني وطني. و يعني انا سعدت بانه انا كنت قريب مع مجموعه من الزملاء من المشروع، حتى في شكله في نصوص، يعني في غنى احنا شهدنا كنصوص، شهدنا في تمرحل ووصل مصطفى كيف وبتاع. لكن ده بوريك انه مصطفى كان عنده قدره عاليه على انتقاء النص الغنائي. يعني في نصوص طويلة جدا مصطفى استطاع انه ياخذ منها الزبدة بتاعتها. الحاجة اللي برضه مفترض الناس يقفوا عندها، مصطفى شاعر مجيد. مصطفى بيكتب شعر بصورة جيدة جدا يعني. ولذلك تدخلاته في بعض القصائد كانت تدخلات شكلت اضافات باعتراف الشعراء الذين كتبوا هذه القصائد. كانت حاسمة. وهم شعراء كبار يعني زوز القدال الله يرحمه صديقنا الحبيب محمد طه القدال. يعني بنقول لك مصطفى وركزتك على الارض ما عبت تبقى شنو؟ على شنو؟ على الناس عليه. هو كان فاس قدال، كان بيقول فاس، مصطفى قال ناس. دي اشاره ما بتقلل اصلا بشعريه القدال. القدال شاعر فحل كبير ما في اثنين ثلاثة. وإضافته في تجربة مصطفى سيد أحمد على مستوى النص باعتبار أنه الطقس بتاع الجزيرة وحليوة وتفاصيل الشعر بتاع منطقة الجزيرة ولغته ومفرداتها هي كانت قريبة لمصطفى، لكن مصطفى كان أفقه واسع جدا. الدليل على ذلك أنه تنوع في اختياراته، يعني غنى لبعض الشعراء ما كان يمكن أن يكون عندهم أي حضور في المشهد الغنائي لولا وعي مصطفى. يعني زي الصادق الرضي وعاطف خيري وعثمان بشرى، دي الشعراء ما فكروا هم ذاتهم يكتبوا القصيدة عشان تتغنى. هم كتبوا الشعر فيه فلسفة عالية جدا، فيه فانتازيا عالية جدا، فيه شوف للماورائيات، فيه تصور سريالي، فيه خيال سياسي متقدم جدا، فيه رفض شعر مصطفى. والشعر اللي غنى مصطفى فيه كمية من الرفض الكبير جدا، وده بيوريك ومصطفى نفسه مصطفى من شدة ما كان رافض لكل القبح السياسي جسمه رفض الكليه ذاته، الكليه بتاعت يناي السوفيت دي ما جسم رفض. دكاتره ذاته احتاروا قالوا الزول ده من شده انسانيته. شوف الكلام ده مهم جدا، من شده انسانيته يعني كان بلاوي يقول انا ممكن اشيل لي كليه من زول، نقص لي كليه زول. فيزيائيا جسمه رفض الكليه دي ما لاي سبب ثاني. فمصطفى يعني مشروع من الانسانيه اللي انا بفتكر انه يعني الصحافه والنقد والمحللين والعلماء بنحتاج لسنوات ضوئيه كثيره عشان نقدر نستشرف مصطفى ده كان داري يقول شنو. يا سلام. دكتور انس، اصلا ما في شك يعني مصطفى احمد كان ايقونه كده مختلفه في مجمل حركه الغناء منذ نهاية السبعينات إلى أن توفاه الله. أنا سمعته زمان لما بداياته الأولى كان مغني يعني، وجرب يعني يطلع حفلات يعني في مرحلة أولى بسيطة يعني قصيرة كده مع المرحوم محمد سراج الدين عباس، وقدم أغنيات وقدم أغاني شعبية يعني. لكن في داخله زي ما تفضل الأستاذ الزبير، هو كان بيفكر تفكير مختلف، تفكير مختلف إيجابي، عايز يوظف الغناء لحركة رفض وحركة حب للوطن
وحركات الانتمام بالإنسان السوداني. للأسف الشديد طبعا الفترة المنتجة طبعا قالوا عنده أغاني كثيرة جدا جدا لحن يعني، وعنده قدرة يلحن يعني باستمرار يعني، ودي ذات عايز انغاش شوية، لكن للأسف الشديد أنه الغنى بتاعه ما انتشر كما يجب. طبعا ممنوع، ممنوع في الوسائط في زمن الإنغاز، وما متاح للناس العاديين يعني في الكاسيتات والتا ما متاح يعني. لكن يعني يجي يوم، يجي يوم كده نخصص الناس، نتيح للناس. أنا شخصيا ما عندي غنى كثير لمصطفى زحمة في مكتبتي، ما عندي كاسيتين ثلاثة كده سمعتهم، سمعتهم يعني. وبعض غنيتين بيظهروا في التلفزيون، غنيتين عنده، غنيتين موجودة في التلفزيون ما عندي. لكن في ناس عندهم التراث بتاعه كله، كله عندهم، أنا ما عندي. عشان كده عايزين نتيح، نتيح لمصطفى ولغير مصطفى. في ناس كثيرين برضو يعني الأضواء انحسرت عنهم، لكن عندهم إنتاج جميل جدا جدا في في أفتكر يعني. ده ده كلام إن شاء الله. يعني أنا شايف الآن في كمية من الشباب، ولو تلاحظوا كلكم انه اي زول مشتري جيتار بغني الحزن النبيل، بغني اضلنا، بغني جواز سفر. افتكر انه الشباب بخير لانه بدوا يا دوب يسمعوا. انا افتكر وخلينا من وسائط الاعلام اللي هي ممكن تحمي، ممكن تتحكم فيها انت، لكن في وسائط اخرى لا تتحكم فيها. الفضاء هذا الفضاء الواسع يعني. انا افتكر هو ذاتهم اولادنا والشباب يعني بيستغوا حاجاتهم من هذه المنابع يعني. ما قاعد يسمعوا الراديو، ما بعرفوا الراديو ذاته. كثير من الاكس الاعلام ما بعرفوها ولا بقعدوا فيها. نعم. فمن خلال هذه الحاجات مصطفى الان موجود وخليه عند الشباب بصوره مكثفه. انا حسب ملاحظتي ايضا ما اعرف. ده طيب. فنحن ما ناخذ نموذج. نعم. عشان نخلي المشاهدين برضو معانا في المود. نشتغل الحزن النبيل. استاذ زبير يعني الحين بعد ما يترحم طبعا على
الراحل الكبير استاذ مصطفى سيد احمد رحمه الله. لكن ده نقول انه الغنيات الكبيره اللي عملوها الناس دي رتبت كثير من الملفات العائليه والمجتمعيه يعني كانت موضوعات مؤثره جدا جدا. يعني في ناس راجعين من الغربه صحيح للبلد صحيح باغنيه والناس بتحب باغنيه وناس بتبكي بتحزن باغنيه وبتفرح باغنيه صحيح. فانا افتكر انه يعني كان في تاثير كبير جدا من الاغنيات دي على المود العام بتاع المجتمع السوداني في الفترات دي يعني. طيب نترحم برضو على صلاح سعيد الشاعر الكبير رحمه الله جميل شاعر الحزن النبيل والقدم مجموعه من الاغنيات عن المسافه وشجن الاليم محمد سراج الدين والله ايام يا زمان. فمصطفى انا من الحاجات اللي حكى لي الصديق الراحل صلاح سعيد انه الحزن النبيل اللي اتلحنت بحسب روايه صلاح سعيد في 24 ساعه فذاته كنص. صلاح ما ادى لمصطفى كده بالشكل المباشر نعم. حسب روايه صلاح سعيد الله يرحمه قال لي كنا قاعدين في البيت وبنلعب كشتينه فجاء مصطفى وكان واقف عاده الزول اللي بيكون واقف شوفه بيكون من على فقال لي عاين في جيبي لقى في ورقه فقال لي يا اخي انت داسي مني شنو؟ كك شال الورقه دي كانت الحزن النبيل ميلاد الحزن النبيل وانتقاله لمصطفى وقال لي فاجاني بها بعد 24 ساعه ملحنه يا سلام. فانا داير اقول انه يعني كانت في علاقه يعني وسيمه جدا. مصطفى غنى لناس ما لاقاهم خالص وغنى لناس عرفهم بعد ما غنى لهم وفي ناس بتربطهم به صداقه حميمه يعني زول زي طلال دفع الله ربنا يديه الصحه والعافيه صديقنا الدكتور طلال ده من اخر الناس اللي غنى لهم مصطفى. يعني حتى انا من الحاجات اللي بتستحضرني يعني ايه يعني يوم رحيل مصطفى سيد احمد قبله بيوم وصلنا من كابتن وداع شريط اخر شريط سجله مصطفى بالعود حتى زول قريب جدا من مصطفى كان بيقول لي يا اخي مصطفى لما سجل لكم العود ده الريشه كانت فيها دم لانه مصطفى كان طالع من الغسيل وكان مصير جدا انه يسجل الشريط ده عشان يلحقوا للناس وختموا في الاسى ضاعت سنيني للعطبراوي وغنى فيه ثلاثة اغنيات لاطلال طلال دفع الله رحال وصحوه وعمل ثالث وغنى فيه لمظفر النواب مرهق على اكتافه خرقه الدنيا مرهق مشتاق. فمصطفى كان صديق حميم لصلاح سعيد وكان صديق حميم لقاسم ابو زيد وكان صديق ديل باعتبار انه ما حد يحيى فضل الله حتى يا ضلنا ذاته مصطفى لقاها ما مباشره كان نص طويل مصطفى لقاها في المعهد معلق وشاله ايوه وعمل منها سلكشن واختار منها اختياراته الجميله. فمصطفى يعني لما نيجي تيجي اسهري تجربته مع اسهري بتحس الحميميه دي من وضاحه وانت ماشي ليه مشرع الحلم الفسيح فبتلقى انه يعني حضور الشاعر في وجدان مصطفى ما من خلال اغنيته بس نعم هي اللي بتستدعي يعني اغنيات مصطفى مع صلاح سعيد كان فيها محبه غريبه خلاص صحيح يعني انت بتحس انه كانما مصطفى لما بيلحن صلاح ده قاعد جنبه صحيح فلذلك مصطفى حفي كان حفي بالناس وحفي بشعراء وحفي بجمهور وحفي نعم بكل الناس ربنا يرحمهم كلهم ربنا يرحمهم. ويا دكتور انس يعني الورش الفنيه العلاقات الانسانيه الطيبه كانت بين الفنانين والموسيقيين الورش الفنيه كانت بتتم هي كان لها دور كبير في ترتيب الاغنيات الكبيره دي نعم وكان لها بصمتها حتى المجتمعات الفنيه سواء كان مجتمع المعاهد معهد الكليه معهد الموسيقى في الوقت ذاك قصد وحتى يعني المجتمعات الموسيقيين مع بعضهم مع الفنانين العلاقه الطيبه دي الانسانيه دي انعكست في المنتوج ده يعني. فانت بتقول شنو في كلامنا؟ هي علاقات تنافسيه واخويه في نفس الوقت نعم في نفس الوقت يعني نعم وفي نفس الوقت يعني أريحية يعني أنا عرفت المناخ ده لما جيت من كسلة منقول قدموني لهذا المجتمع يعني أنا قعدت جلسات فيها الخواض وفيها الزبير وفيها عثمان الشفيع وفيها عربي وفيها عز الدين علي حامد رحمه يعني تعلمت كده أستمع وحتى في بعض غنيت لهم كده بقول لك يا اخي انا عملت كده وكده افضل وكده بتاع في بعضهم كانوا ايضا بيستمعوا ويجودوا الشغل يعني نعم يعني
في طبعا عازفين سريعين زي ما قال تفضل استاذ عبقريه السماع دول يسمع ويستوعب يعني ممكن مره واحده ويزف معك طوال يخش معك المسرح يعني صحيح. في واحد عايز مره واثنين وثلاثه وكذا فدي اللي بيعملها ورش صحيح خطر نعم. في 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 بيت يعني انا شاهدت البروفات اللي كانت بتتعمل في 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 اتحاد الفنانين كان في ايام محدده كده في محله بعيده كده في صالون كده الناس يوم بعد الساعه 3 بالظهر بتبدا البروفات نعم. كان في جدول مخصص للعازفين الجدد يشارك في البروفة لكن ما بيشارك مع في التسجيل لكن يتعلم يعني يتعلم يعني بتذكر منهم اسماعيل يحيى رحمه الله عثمان عبد الله عثمان عبد الله كانوا جماعه من الفنش الشباب بيقعدوا يتعلموا السلالم ويتعلموا التكنيك وكده يا سلام فده انتج لنا شغل مجود وعشان كده لما تسمع التسجيلات بتاعت الستينات تقول الشغل ده بالنوتة نعم سيما لعب كان حتى كان في المرحوم عليه ابو احمد الرشيد ابو احمد ده كان عبقري في انه يسجل رحمه الله يترحم عليه في الايام الوارده الغنى الكبير ده حتى الغنى الوسيط يعني كان برضه بيتجود يعني بروفة بروفتين كده يكون ضبط يعني شفت قبل انه سهل فالغنى الغنى الكبير ده الطويل اللي كنا بنسميه احنا طبعا النقاد ما قادرين يقولوا كان يقول لهم مصطلح كده عشان نقول كبير والاغنيه فسموها الاغنيه الطويله يعني ترى الاغنيه المصريه والشرقيه فيها مقدمات وكوبليهات فسموها كده لكن في انا داري اتذكر المغني في الجزر الكاريبي اسمه منو؟ ابشعر بوب مارلي نعم انا ضربت مثل في واحده من الجلسات بانه هناك في شبه ما بين مصطفى سيد احمد وبوب مارلي لو في شكل الشعر لو في شكل اسلوب الغنى طبعا كان راجل هو اسلوبه متقدم فيه كان بينادي بحريه وبينادي بالعتاق كده يعني كيف؟ فعقدت اتذكر مره عقدت هذه المقارنه فانا افتكر يعني نحن عندنا تراث ممتاز جدا من الغنى زمان في حلقه من الحلقات بدا يندثر هذا الغنى بدا يندثر وبقى غنى راقي جدا وغنى هابط جدا الله يستر علينا يا سلام احنا حقيقه في ختام حلقتنا يمكن وصلنا لمشارف الختام والحديث طبعا عن التجارب دي وعن الفنانين هو طويل جدا احنا ما نقدر نغطيه ممكن حتى خلال شهر رمضان بس يعني لكن احنا اكيد مستمرين في مزاج سوداني في كل مره حنتناول فنان وتجارب عظيمه جدا ما شاء الله مليانه يعني ولكن المساحات قد تكون مره ضيقه حنحاول ان شاء الله عبر مزاج سوداني واحنا ممتدين ان شاء الله حتى لفتره ما بعد رمضان في كل مرة حنخصص إن شاء الله حلقات كاملة عن فنانين كبار في الختام نحن نحيي الأستاذ قاسم أبو زيد وكون النجمة ختام وشكرا جزيلا لكل المشاهدين اللي تابعونا وهذا إن شاء الله نلتقي في لقاء جديد من مزاج سوداني